ثم حاجه اخرى قاعدين تو كملناها ومش نعلناها عام الجاي وهي الخارطه المدرسيه. هذه بدينا فيها. ايش تقصد بها الخارطه المدرسيه؟ الخارطه المدرسيه لان عندنا كارثه في التعليم التونسي. عندنا مناطق كامله تاخذ نظام الفرق. تعرف شنو نظام الفرق؟ القسم معناها القسم فيه زوج مستويات. زوج مستويات. عندنا 60 مدرسه ابتدائيه فسبعه معلمين وزوج تلامذه. وهو اهدار المال العام. عن أهداف نظام الفرق يمثل كارثة وخاصة تضروا منه المناطق الداخلية ومش ممكن نكملوه. احنا سنة عنا 60 مدرسة فيها أقل من 10 تلامذة. عنا مدارس عنا مدرسة فيها ثلاثة أخوات. كو ثلاثة أخوات مدير ومعلم وثلاثة أخوات. مش توقف بتوقف احنا الخارطة المدرسية مش نعملوا مش ندمجوا عام الجاي مش ندمجوا المدارس هذه مش نوفروا النقل. قاعدين نخدموا على النقل المدرسي، قاعدين اعتماد كبيره والا المبيتات، اما الوضع هذا نتاع اهدار المال العام عندنا اصلاح اداري قاعدين نقوموا به والناس مش قاعده تشوف فيه. عندنا احنا ناقصين اساتذه وناقصين معلمين وعندنا الاف من الاساتذه في عمل اداري تفرغ العمل الاداري، تعرف شنو تفرغ العمل الاداري؟ معناها انا نجيب ورقه ما عندك بيد لان مريض غير قادر باش ندرس ما قادر باش في الاداره. ها واش عندي انا؟ عندي في الاعدادي عندي 1325 عمل اداري، هذو اساتذه خسرهم انا، وفي الابتدائي عندي 1243. الادهى من ذلك الادهى من ذلك، انا اعطيك مثلا بن عروس في الثانوي العدد المكلفين بعمل الاداري مصرح به 69، عندي 128 ما نعرفش من جات البقيه. غياب التكليف 29، هذا ما كلفوا حد حد. وما كلفوا لا بس تاع باللغه هذه. معناها المسؤوليه معناها هذه ما كانت هيك الكليدير. لا لا سامحني انا لا 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 مش هيك الكليدير هذا اللي هي الاداره الجهويه هذا موجود من قبلنا هذا. لا لا خاطر عمره ما صار تدقيق، عمره ما صار تدقيق في الموارد الماليه والبشريه لوزاره التربيه. شو معناها اساتذه فما عباد اساتذه واي اطار شاد الدار وقاعد يخلص؟ شاد الدار ياخذ يخلص. اي شد دار وقاعد يخلص. الاداره الجهويه ومصالحها شنو هي يعني تابعه بالنظر لشكون؟ يا ودي انت وزاره التربيه عمرها ما صار فيها تدقيق مالي، عمرها ما صار فيها تدقيق اداري، عمرها فيها تدقيق الموارد البشريه، ثم عندك ادارات فرعيه متداخله وفرعية. مثلا تلقى في المندوبيه اداره التنشيط الثقافي في الابتدائي والثانوي ومعها اداره الحياة المدرسية وتلقى فيها 40 50 والامور متداخلة. باش تعمل اوديت؟ باش تعمل اوديت؟ عملت اوديت وهذه أيوة. وهذا ريزولتات الاوديت. اي أيوة ولكن المسؤولية في قضية تحديد المسؤوليات في الجانب. شوف انا دوري مش نحدد المسؤوليات، انا دوري نصلح علاقيته. ما نحبش انا ما نعيش في ما ندخلوش في الدنيا ما عادش ندخل في الصادي يزينا بتصفية الحساب. يعني ماكش يزينا ماكش شكون هاي مك عندي ميرفات باش نكشف ودرا شنو. تركة عندي برشا ميرفات باش نكشف. اولا شوف انا ما نحبش نتاجر بالميرفات. فما ناس تجلى هذا موجود تنصلحوه ما غير الشيطان حتى حد بالضبط. ما غير هذا الوضع هذا لا هو مسؤول عليه حتى حد، مسؤول عليه التراكمات كلنا مسؤول. ومسؤول عليه سامحني ونقولها بصراحه وزراء خايف على بلاصته سي كيفي اللي يقولوا له يا عم فات. انا شوف علاش علاش شنو كان يمس الشيء هذا تيج عليه شكون يهيج عليه؟ يهيج عليه الناس الكل. شكون؟ اصحاب المكاسب في حتى في وزاره التربيه في الحكايات هذه؟ شكون؟ انا نقول هذا وضع موروث. وضع موروث. احنا قمنا بالتدقيق كامل من حيث اللي جيت واحنا ندقوا. شوف عملنا تقييم المنظومه وخدمت مدمولات بيداغوجيه الى غير ذلك، عملنا تدقيق مالي، عملنا تدقيق اداري. انا عندي 5000 رخصه مرض طويله الامد قاعدين بالدوسي 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 بالدوسي. فما ناس مرضى صحيح، فما برشا مش مرضى. فما ناس مش معناها تكليف عدم اداري، معناها لا قانوني هذا، لا قانوني تكليف عدم. عندي اكثر من هكا تكليف عمل اداري تربوي. شو معناه؟ معناها انت تقول انا من معناها ما نخدم، انا مريض ولا ما نجمش يمشي الاداره ما يخدمش الاداره، يخدم 18 ساعه ولا 15 ساعه، معناها لو بور اي لارجون دو بور. وهذا موجود برشا، وهذا انا ما نتهم حتى واحد مسؤوليته، هذا تراكمات. احنا اليوم بحاجه الى اصلاح هيكلي إدارة وزارة التربية. إيش قاعد تعمل مع الأستاذ؟ تبعث لهم الالتحاق بعملهم توا؟ بيان سور، نبعث لكل إنسان معناها التحاق دوسي دوسي واضح. وقاعدين راهو بلا غير تشافي نخدموا مع النقابات. ألا يستاهل؟ يستاهل ما يستاهلش ما يستاهلش، ألا يمشي لبلاصته مش لبلاصته، ألا ربما يلقى مكانه في بلاصة أخرى. إحنا
قاعدين نعملوا على منظومه كبيره نتاع ترانشي الثقافي ممكن نوصلوا لها بعد وبعدك نخدموا عليها فما برشا ينجموا يمشوا للترانشي الثقافي. المشكله كيما في التعليم كيف في المعهد انا نتصور كل وليد كل صغير عنده موهبه دوري انا الغلطه اللي عملناها احنا في التعليم منذ سنوات ممكن 2000 وهو يلزم التلميذ يتأقلم للأستاذ، يلزم الأستاذ يتأقلم للتلميذ، سي تانوت سادابتي. فشل التلميذ هو فشل الأستاذ. احنا صغارنا باش نكمل هنا صغارنا مازال نسمعوا فيهم بلغة القرن العشرين. يفو سادابتي أو زانفون، لو زانفون سون تريز انتيليجون، ولادنا راهم في عصر الانفورماتيك، ولادنا سون بريون، مي المدرسة هي المشكلة.